النفس عشان الوقت توقعاتكم الباكر الازرق ويا السعوديه الساعه 8 باكر يا رب ان شاء الله يوفق منتخبنا يا رب ان شاء الله في مباراه الافتتاح توقعاتكم والله شوف احنا بقطر موفقين على السعوديه خاصه بالبدايات يعني انا اتذكر اخر مره اول مباراه لعبنا مع السعوديه ايام ما كان محمد ابراهيم 2004 فزنا 2-1 يعني اتمنى ايضا وفي المباريات ايضا اللي ما نفوز فيها معظم نتائجنا مع السعوديه يكون لصالحنا في الحصول على البطوله فاتمنى ان الازرق يحقق ما نسعى له جميعا توقع توقع والله صعب ان يتوقع صعب 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 2-1 للكويت الكويت على اي اساس انت حطيت والله انا اعتقد يعني السعوديه الان الهلال بطل اسيا تو فايز على اوزبكستان في التصفيات المزدوجه 3-2 مدربهم الفرنسي ممتاز اختياراته سليمه يعني أنا بنشوه المنتخب السعودي انا اتوقع ليش قلت لك 2-1 يعني قلت لك ان الفوز حق الكويت لان احنا دورات الخليج بن محمد احنا لنا يعني حظ زين في دورات الخليج خاصه مع الفريق السعودي الشغله الثانيه ان الفريق السعودي ما اعتقد ان هذا المستوى وهذا الفريق السعودي اللي وصل لدرجه وانا اعتقد حتى محترفين انا سمعت ان يعني في لاعبين الهلال للحين واضح ايه مو معروف مستبعدين لاعبين الهلال على جنب خلينا في الشغله الثانيه اللاعبين المحترفين اللي يلعبون مع بالدوري السعودي يلعبون السعودي ايه محترفين اللي يلعبون في الدوري السعودي عددهم كبير فاعتقد مأثرين على اداء اللاعبين المحليين. ليش اليوم 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 انت اخذت دوري ابطال اسيا اليوم ما يخالف كلهم محترفين لا مو كلهم محترفين كل ثلاثه واحد اسيوي النظام الاتحاد الاسيوي بس اربعه يعني انا قاعد اقول سبعه بس ما يلعبون كلهم ما يلعبون كلهم بس بالدوري